اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي الاجتماعي بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور لله عفاف. مرحبا لله. اليوم ان شاء الله بروفيسور غادي نتكلموا على الازواج اللي من بعد زواجهم كيولي داك الحرص الزائد على عدم تبذير المال وكيولي واحد فيهم دائما كيقول الاخر بانه كيخصهم يجمعوا الفلوس لدوير الزمان الا تعرضوا لشي ازمه ولا شي حاجه كيخص دائما شي حاجه تكون عندهم. وطبعا كيولي داك حسابات زائده ما بيناتهم هنا بروفيسور كيوليو كينصحوا يعني بعضياتهم باللي الاشياء القديمه كيخصهم يحافظوا عليها ما كاينلاش ياخذوا اشياء اللي هي جديده. فهنا بروفيسور كنبغوا نعرفوا شنو هي الاسباب وكيفاش ممكن نتجاوزوا هذه الوضعيه هذه. هو الحياه الزوجيه شحال هذه ملي كان الوقت غادي ببطء وكانت المعلومه كتوصل رويدا رويدا، كان الرجل أو المرأة كيلقى في المؤسسة الزوجية مدرسة فين يتدرب، فكان يقدر يتزوج صغير شاب وهي شابة ما يعرفوش، والحياة كانت بواحد البساطة يعني ما تصورش على البال، ما كانش ثلاجة، ما كانش بيت الخزين، ما كان والو. كتقدى ما كلت نهارك، كتقدى باش تفطر وباش تغدى وباش تعشى، وحتى تيجيو الضياف عاد كتمشي تقدى للضياف. وكانوا الناس كيعيشوا بالموجود، جيتي عند ناس انت ما خبرهمش ولا لقيتي كتلقى داين عديسه كتاكل مع عديسه. فما كانش هذاك الثقافه ديال ستوك، ما كانش، وما كانش الانسان كيدير حتى المنيو، يعني شغي طيب غدا وشغي طيب بعد غدا، شنو غتلقى موجود. فكيخرج السوق حتى كيلقى جلبانه، يا ودي غنديرو جلبان، وتيتمنى الجايبين ما كانوا عوالين يديروا هذا، لقاو خضره واحده اخرى. دابا لا، ثلاجه، بيت الخزين، ستوك، بودجي، ميزانيه ديال التفاح، ديال الديسير، ديال الحليب، ديال الشوكولات، ديال كذا، ديال المنيو. هاد لونتيسيباسيون هذا جعل الناس يعيشوا واحد النوع من دي ناتوراليزاسيون، تغير الحال من طبيعي، بقى طبيعي ولكن ولا شويه اصطناعي. فالعديد الناس كيشريو شحال من حاجه كيرميوها، حتى كيجي كيلقى فاسد لمده صلاحيه. دابا علاش المغرب عايش هاد المشكله ديال المواد اللي فات الوقت وبقى كتباع؟ علاش؟ لان راه مازال ما دخلاتش في العقل ديال العديد من الناس، لان هادو راهم ولاد الجيل المعطوب. شحال هادي الناس ما كانوش كيرميو، لان كانت القله، الخبز تيكرم تيتعاود عاود تخدم كل شيء. دابا هذا اللي مسكين هو كيشوف حدا ستوك ديال السلعه غتلاح، بالنسبه ليه هو باقا صالح، يعني باقي العقليه مازال ما تبدلاتش، ما عارفش راه كاين بكتيريا وكاين لوكسيداسيون وكاين كذا. ولكن هذا خطا عاوتاني من الاعلام، ما تيقريش الناس. ما هو كتقري الواحد ويستوعب واحد الحقائق يتغير نسبيا، اما ملي كتخليه في الجهل وهو ما فاهمش وعنده هذيك اللهفه وبالنسبه ليه ما خصش يتلاح حاجه. فهنا واحد التدبر ديال نمط جديد دخل، وعقليات تيوقعوا الارتباك من جهه، الخوف من جهه. ثم كاين خاصيات في الشخصيه ديال الناس معروفه، الحكايه اللي كيعاودوا الاطفال، الصرصار والنمله. كاين ناس اللي كيحسب دائما ويحضي ويقلب، راك نعرف ناس ما كيقطعوش الخبز بحال بعض العائلات، حتى تكمل الطرف اللي حداك غادي يقطع لك الطرف، وفي عائلات اخرين كيقطع جوج خبزات ثلاثه ويخلي الطبله عامره الخبز. كاين هذا النمط. ثم كاين ما هو محتوى المدرسه الاسلاميه، مدرسه الفكر الاسلامي عندها واحد الثقافه اللي هي الجواب الحقيقي لهذه الهيمنه ديال المجتمع اللي غادي بقوة نحو الاستهلاك بدون عقلنة الأشياء، وهذا الرأسمالية اللي غدا مطلوقة بواحد الشكل. الفكر الإسلامي تيربينا
هو مدرسة ديال الصبر. هو نتأملوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا اللهم لا تبلينا إلا بالتي هي أحسن. وكنلقاو في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شنو قال لنا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني حسب تتعيا ودير البريفيزيونال تتعيا وقاد مع شغلك حتى تتعيا أيخدم عليك الالغوريتم ديال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ها المدرسة ديال الإسلام، مدرسة الإسلام هي الصبر. الإسلام كله عنده واحد القلب وسط منه نابض سميتو الصبر. شنو هو الهدف؟ أن الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر. شنو منه؟ شنو الهدف منه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شنو هو الهدف من دراسة الصبر؟ وأنه يعلمك الرضا داخل كل حال، حال كمال وحال نقصان. الرضا شنو تعلمنا؟ الرضا التفاؤل. شنو كيعلمك التفاؤل؟ حسن الظن في الله وحسن الظن في العبد. وإلا حصلتي على الصبر اللي معاه الرضا اللي في قلبه التفاؤل واللي يجعلك يكون عندك حسن الظن في الله وحسن الظن في العبد، تنال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا باش حنا بدينا بهذاك الراجل اللي حاضي وهذيك المرأة اللي حاضية، ماشي معنى إذا خص إنسان يدير تبدير لا ماشي المقصود هو تكون يدك متقوبة، لا، الوسطية. حرص حتى تعيا غدخل عندك ولنبلونكم بشيء من الخوف، وتستعمل الحديث اللهم لا تبلينا إلا بالتي هي أحسن. وأولئك عليهم صلوات، علاش ما قالش لنا أولئك عليهم صلاة؟ أولئك عليهم صلوات صيغة الجمع يعني دائمة. ورحمة، الرحمة هي الفراش اللي كيجعل الحب يحضر والولف يحضر. فهنا هاد الزوجين هادو وهاد العائلات اللي تيكونوا مساكنين في ذاك الخوف هذا، خصهم يعرفوا بأن غيدخل المدرسة ديال الصبر غيدخل. وهذا هو احنا طرحنا في الفكر الإسلامي في العالم الجواب، ماشي هو النمو الاقتصادي خصو يعم والازدهار والفلوس وكل شيء، راه دائما غيكون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمار. مرحبا. تواصلنا مع المستمعين الكرام على 0522-46-72-50-51 أو 52، وبإمكانكم تواصلوا معنا عن طريق رقم 50-80 إذا كتبتوا كلمة ماد خليتوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 50-80. تساؤلاتكم كلها كنجاوبوا عليها في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح مع البروفيسور ميمون مبارك الدريبي وعلى ماد غاديو لإذاعة القريبة منكم. فاصل وراجعين على 0522-46-72-50-51 أو 52. فأول مكالمة معنا إبراهيم على الخط من قرسيف. اهلا بك ابراهيم. اهلا من غدر تفضل معك يا استاذ. مرحبا سي ابراهيم. اهلا سي استاذ تفضل عليك. الله يبارك فيك. الله ينورك حبيبي. يا ربي امين. شكونتوما؟ الله يشدك منتك. يا ربي امين. ربيتنا السبعينات يا خويا استاذ. مرحبا سي ابراهيم. وما تقريناش وكتقرنا، الله يعطيك الخير. الله يكبر بك خويا. الله ينورك. وقول لي. نعم سيدي. ما كديرش هذا النواحي ديال قرسيف. خويا شو دايم معايا جي اعطيني الله شويه الوقت ان شاء الله. الله يجيد حتى ندوز دخلنا عليك. بغيت سيدي ربي يعطيك النمره ومن جينا واحد ديال الصوره. الله يعطيك الخير. يا ربي امين يا سيدي. يا ربي امين الشريف. الله يكبر بك. الله يكبر بك سي ابراهيم. الله يكبر بك. مرحبا خويا. مرحبا فيك اخويا. وخلاص الحمد لله. يا ربي امين. بارك الله فيك سي ابراهيم. بارك الله. وكتعلمنا ونعلم اولادنا وكل شيء كان لله. بارك الله. بارك الله فيك سيدي ابراهيم. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك خويا. شكرا شكرا. بارك الله فيك. شكرا لتواصلك معنا ابراهيم من قرسيف. في مكالمه اخرى هذه المره معنا مروان على الخط من العاصمه الرباط. اهلا بك مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي مروان. نشكركم بزاف على هذا
برنامج السيد دريبي والارسال اللي تبارك الله عليها غزاله. بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي مروان. انا كنت نبدا معك بزاف هادشي ديال كاع العلاقات الانسانيه. بارك الله فيك. مرحبا سي مروان، مرحبا. انا السؤال اللي عندي هو كاين المشكل الابدي والعالمي واللي عند كنظن عند الاسر المغربيه كاملين، هو المشكل ديال الزوجه مع ام ديال الزوج. اللي تتهضر معاه تيقول لك ورعتها انا، ورعتها انا. واش هذاك ما نقولوش نفاق، نقولوا زعما كيكون كاينه حساسيه، ولكن الزوجه والام ديال الزوج ما كيبينوش، كيبينوا انهم ضاحكين مزيان هذاك الشيء، ولكن في الداخل ديالهم كتلقى هذه المشاكل بحال. واش نعتبره نفاق؟ واش نعتبره حاله عاديه؟ سيدي مروان، انا احنا المسلمين عندنا واحد العلم ما عند حتى شي أمة أخرى. احنا عندنا علم الظاهر والباطن. العلاقة ما بين الزوجة والأم ديال رجلها إلا خديناها من التفسيرات والعلوم اللي موجودة على الكرة الأرضية كلها، أتعطي واحد الفهم في واحد جهة معينة. باش نوضح لكم النقطة اللي باغي نوصل ليها، غنروي لكم الحدث اللي وقع في مجلس الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ملي طلب الواحد جوج ديال الرجال يمشيو يصالحوا واحد المرأة وواحد الرجل واقفين على الطلاق. بعد ما مشاو هذوك جوج الناس ورجعوا سولهم، قالوا ليه راه ما بغاوش يتنازلوا، راهم مركزين على طلاقهم باغيين يطلقوا. هو يغضب عليهم سيدنا، غضب حتى كاد يضربهم. واحد الرجل قال لي يا خليفة رسول الله، واش الناس ما داروا على الخير؟ ما داروا واحد حالة وتتزيد كتخاصم عليهم؟ قال لي والله لا واحد فيهم قليل ليا، والله واحد فيهم هو راه في الفراسة اللي عطاه الله، والله تكشفوا، ولكن ما بغاش يفضحوا، لأن احنا المسلمين شتي لمشي تعطاك الله، شفتي عورة واحد مسلم ويكون يصلي ولا ما يصليش، يكون يشرب الشراب، يتكون كتزني ويكون اللي كيكون، وعطاك بتلاك وراك عوصه وما استرتيهش، والله ما تستر لا فيك ولا في ولادك، والله واخا تكون تصوم الظهر كله وتقيم الليل كله وتكون داير في الاعمال اللي درتي، ما تسترش مسلم يكون عاصي ولا طائع ما شغلكش فيه، ما تستروش، والله لا تسترتي لا انت ولا ولادك ولا ولاد ولادك بسبب هذيك قلة الستر اللي فيك. لان اللي بغيتي تعرف الدرس ديال الستر اش كيسوى، دابا عاد فتحت واحد القوس، عاد غنرجع نكمل الجواب لصديقنا سي مروان. سيروا شوفوا الواقعة ديال سيدنا موسى مع القوم ديالو، من اللي استسقاو قوم ديال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، استسقاو ما طاحت الشتاء، وجاو عنده قول لي يا نبي الله احنا استسقينا ما طاح الشتاء، طلب لنا سيد ربي، وطلب سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى، قال لي يا موسى خطب في القوم ديالك، راه كاين معاهم واحد الرجل انا غاضب عليه، الى خرج من القوم ديالك انا غادي ننزل الشتاء. فمشى خطب سيدنا موسى، والراجل المعني بالامر فهم وخرج من القوم. طاحت الشتاء، رجع سيدنا موسى قال لي يا ربي وريه ليا، قال لي واش ما عارفش ان الاسم ديالي الستار؟ باش نوريه لك، داك امر بيني وبيني. يا والمسلمين راه وليتو تخوروا في عينيكم بصبعكم، واحد جات صبعو كيتقب عينه بوحده، فاش شغلك؟ فاش شغلك هذاك عنده سلوك وهذاك عنده اضطراب وهذا؟ والله هاد التجربة ديال 30 عام في الأعمال ديال الناس وفي خدمة الناس، وجا عندي واحد السيد ما يحبش الصلاة، ما عمرو ما زنى، ما عمرو ما كما، ما عمرو حط قطرة شرب في حلقه، ومن نهار تزاد هو يعبد سيدي ربي، عنده مراهقة فروحات 15 عام ولات باغا تصاحب ولات باغا تدير وعكات شاطي، الراجل باغي يقطعها من الحالة المدنية باغي يحسكها،
يا سيدي راه ازمه المراهقه تصبر ولا ولا وحنا نثبتوا فيه اكثر ما نثبتوا في المراهقه. واحد العشيه والله يا لاله ولقاني طالع عليا القرده الراس النخله. قلت لي شوف يا سيدي كنطلب الله وسيدنا رسول الله الله يديها لك. انت اللي كتظن راسك انت كتسحب راسك نبي الله يفتنك. عادي يسكر عادي يزني عادي يكمي عادي يشرب الشراب عادي يقمر ما بقاش يعرف لله ورا سيدنا رسول الله. وبنتو عاد تصلي عاد تبي خير وعلى خير. لا مع سيد ربي قلبك كسوة. لا تزكي نفسك. ما عندناش حنا في الاسلام ديالنا شي واحد يزكي راسو. كي قلنا سيدنا رسول الله الامور بخواتيمها. كتبقى تعبد تعبد الله تعبد الله تبقى لك ساعه ديال حياتك. وتمشي وتقوم باعمال اهل جهنم وتمشي جهنم مع الله. ويكون شي واحد داير اعمال ديال 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 العجب العجب. وتبقى له ساعه من عمره وتوب عليه الله. اولئك الذين يبدلون الله بسيئاتهم حسنه ويدخل الجنه. اسحب لك انت. اسحب لك باعمالك. اسحب لك بصلاتك. رب رحمه سيدي ربي. والله جاي يتحاسب معك تيخرج لك عينك من مخك. ولكن ولاو هذا قال لك من الصالحين بحال داك اللي كيصلي في الصف الاول وكيمدحوه الناس تبارك الله هذا مواظب على الصلاه هو يتلفت قال لهم والحمد لله صائم. هذا سميتو الرياء. هذا فهنا فيما تشوف الشريف سيدي مروان تشوف شي امراه زوجة مشاده مع مات راجلها عرف راجلها قليل النيه عرف راجلها ما داركش مقام الكمال في الحب حيث هي المرأة عين عندها قدرها تعطيها قدرها تروى قدرها بقاش تقولك تقيم ما تبقاش ليش كيقولنا هو نساءكم حارت لكم علاش ما هو السر في العلاقة ما بين المرأة والراجل إلا الماء الماء ديالو والماء ديالها من هذاك الماء ديالو من الماء ديالها تيخرج الدري ويخرج البنت على سبحان الله عندنا في الايه الحرث وعندنا الماء وحنا الفلاحاش كنعرفوا في الحرث والماء تتعرف الارض الا كانت ناشفه اعطيها حقها تبقى تسقي تسقيتها كتبان لك حمراء خادره كتهز في يدك بحال هكا كتبان لك في يدك بحال العجينه رطبه رواتها سيدي حبس لهذا يقولوا مغاربة راه كاين المطار فيه مطار الخير ومطار السوء لذلك يقول الله ما عطينا الشتاء على قد نفع لان تعطيك يعطيك سيدي ربي الشتاء تروي شويه مرجها بقيتي تزرع فيها حتى حاجه ففي علمنا احنا الباطن فيما تشوف شي امراه في يد راجلها نايضه لما ما تتحملهاش خاطرها ضيق عرف الحساب ما هو عرف الحساب ما هو ما غلغلش فيها ما عرفش يحتويها لان شنو هو الاحتواء هو كتعين واحد المسؤول في واحد المنطقه وكتجيك الخبر ديك المنطقه الاضراب مشاكل الصداع كتعيط لك اه سيدي خدمتي اللي ما عرفتيش تحتوي الناس شنو هو الاحتواء الاحتواء ماشي هو التدبر ديال الفلوس وديال التقضيه هو فهم الاشياء قبل وقوعها لونتيسيباسيون وكتوجد ليها بلاصتها لانك عرفتي باغ اونتيسيباسيون سي جامي غتوقع الحاجه هذه غتضرب هنا وغتوقع الحاجه هذه وغتمشي هنا وغطر هذه الحاجه هذه وغتمشي هنا انا من الناس اللي كنتبع الخطاب السياسي في المغرب بواحد الشكل ما يتصورش وكنقول الناس ديال السياسه في المغرب كاملين ردوا البال بزاف 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 اش كتقولوا لان هذه المشكله ديال ولادنا وبناتنا ولاو يمشيو بزاف للمشرق ويلتحقوا بهاد الجماعات وكذا وكذا كاين اللي مغربي كاين اللي طايش وكاين اللي عدفوه فاللي مغري والامن قد عليه واللي طايش والعقلاء يركزوا يثبتوه ولكن اللي معدفين والخوض ينحروا في بعضياتهم بكلام ما هواش والذبح في ظرفيه احنا راه ماشي اوروبا احنا اوروبا راه عندها قرون ديال البناء الديمقراطي امريكا راه عندها تجربه ما تعد ما تحصى احنا راه فاتي الحال فكتمشي وكتمشي للاعلام وتمشي للتلفازه وتبدا ينتقد هذا في هذا وكلام والله راه كنحشم والله نمشي ننزل ونبدا نكتب ونوري لهذا اش كيقول وري هذا اش كيقول الى حتى يبان لكم عباد الله كيسوق عروده
ولكن غير كنحشمو وتنديروا راسنا ما تنفهموش. فاحنا كنفهموا كنحسوا, كاين الناس كيحسوا ما كيفهموش. لهذا لا بغيتوا الحباب راه حنا في واحد الوقت حرجه, راه التحدي الاكبر ماشي هو تسب هذاك ولا تعير هذاك ولا تبين عيبه, راه التحدي الاكبر هو دير احسن منه. وباش دير احسن منه؟ تخبرك لا, اول واحد في الاعلام اللي غيدوي على التحليل هو هذا السيد اللي بارك قدامك. راه عاد غتنوض ديك الكوكبه غادي يبدا كل راديو هنا الاول انا كنتبنى وسير لي زارشيف وقلب. ما كاين عندك جوج الدريبي وحركات عاد غتنوض الموجه عمرك سمعتيني لا كنتقد شي واحد, تنغير من شي واحد, شاطني شي واحد, شغلي في شي واحد. الله يجعل العالم كله يجي يخدم التحليل في المغرب. والمغرب راه 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 را بحر واسع يتسع الملايير, ماشي يتسع المية ولا ميتين, الملايير. فكذلك السياسة شنو هو المقصود منها؟ المقصود منها راه ماشي هو تحيد الخصم, المقصود منها هو تجي قدامه, هو دار هذا الإنجاز وتجي انت دير إنجاز أحسن من ديالو وتخلي المواطن. لأن شتي المحب لهذا الحزب راه الله لا داه ليه الآخر, والمحب لهذا الحزب بلا داه الآخر. راه المشكلة في هذوك اللي ما كيحبوا لا هذا لا هذا, راه ما جابهم حتى واحد. فهنا ودي السي مروان حنا في علمنا اللي عطانا الله الباطن والظاهر كنقولوا للزوج, الزوجة هي داخلة جديدة على عائلة, ما هيش قديمة هي جديدة. انت مع امك راك قديم, راه جيتي من كرشها راك راضع, فهي دائما كتكون في هذيك مقام الضيفة. والضيفة الحباب كنعرفوه في الدار وديما تيكون مسكين عنده الاحساس بالخوف, ديما تيقول لك وقيل هادو ما باغينيش تيمعنيو عليا باش نمشي فحالي. لهذا اش كنقولوا حنا للضيف؟ بسم الله سيدي زيد كول, واخا هو شبع كنلحو. علاش؟ كنقول ربما خايف, ربما حشمان, وحنا نخافو يزيدو من الطعام وجيعان انا نتحاسبو معاه. فذلك حنا كنبقاو نتعاملو معاه واخا كتولد الاولاد دائما بحال الضيفه. فالوالده ملي كتجي كتكبر بامك وكتطمئن زوجتك, تكبر بامك وتطمئن زوجتك, شي تكبيره وتطمئن, تكبر وتطمئن. شنو تيديروا بعض الحباب؟ كيعتبر سي اكي, كيعتبر لك العلاقه مع الزوجه صافي مسلمه, صافي معاك كيولدوا الاولاد كيتجمعوا الفراس صافي كدوزي في الدوزيام بوزيسيون امو نكبر بها. يا سيدي راه ما قلناش كدير هذه ضد هذه. شنو هو هذا الاكتشاف الهائل اللي داروه الامريكان في الكوفيسيون ايموسيونال؟ كانوا كيامنوهم غير بالكوفيسيون انتيليكتوال, بالمنطق واللوجيك. المنطق واللوجيك ملي شافوا البيرفورمانس واللوجيك عطات التصطيه في المجتمع, عطات المشاكل, عطات الاضطراب, مشاو رجعوا الكوفيسيون ايموسيونال اللي غيعطي الذكاء العاطفي. هذا حنا عندنا قبل استفتي قلبك, دع ما يريبك لما لا يريبك. فالوقيته اللي كتجي الام وكتصرف في دار ولدها, لان ولدها لا بدلي طلامط لا بدلي كذا, على الاقل جبر خاطر زوجتك عاف الضحك قول لها والله رضي لك الويده هكاك على وجهي ومالها راه في دارها راه بحال دارها واش بغيتي. علاش كنديروا حنا دائما هذه ضد هذه؟ ما خصناش نديروا الضاد كومبليمونتاريتي. واش عمرك شتي اللون الزرق جري على الصفر من الابيض؟ الابيض حاملهم كاملين. عمرك شتي الزرق ضر عند الاحمر واش نقع عليه ولاحو؟ كل واحد دير بلاصتو, كل واحد عنده ذوقه, كل واحد عنده مكانته. فهنا هاد النيه هذه هي دائما القلب ديالك المؤشر ديالو ماشي اش كتحس انت, شنو كيتفاعل معاك اللي بجنبك, ولا عطيتي القيمه اللي بجنبك على اساس هو تيوريك اش واقع في قلبك. اعرف بانك انت صبحتي من الصالحين. غادي نرجعوا مازال بروفيسور وغادي نوصلوا كذلك توصلنا مع المستمعين الكرام وارقمنا راني اشارتهم دائما 0522 46 72 51 او 52. راجعين فخليكم معنا. وفي مكالمه اخرى هذه المره غادي نمشيو للشرق المغرب مدينه وجده باش غادي نتواصلوا مع محمد على الخط معنا. اهلا بك محمد. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله سيدي محمد. دكتور كي داير لاباس عليك؟ مرحبا سيدي محمد لاباس. دكتور احنا كنفتخروا بك افتخار كبير, انا في وجده خصوصا اصدقاء العمل. مرحبا. فعلا التحليلات النفسيه اللي كتقوم بها راه تحليلات في المستوى. بارك الله فيك. ونفتخروا بك كاطار مرموق في علم النفس. بارك الله فيك سيدي محمد, بارك الله فيك. استاذ غير بالنسبه للمشكل ديالي انا غادي نطرحه لك, ربما مشكل كيختلف على المستمعين الاخرين. تفضل اخويا اسمح لي. تفضل. بالنسبه لي انا عندي واحد المشكل تاع واحد الهاجس نفسي يتعلق بالموت.
أنا أستاذ كنت فكر الموت في كل لحظة تقريبا. من جي الناس كنت فكر راسي غادي نموت. من جي ناكل كنت فكر راسي راني غادي نموت. كنت فكر كاع دوك العلامات نتاع الدفن نتاع الكفن نتاع الميت من غسلوه نتاع سكارة الموت نتاع هاد المسائل كامل اللي كتعلق بالموت كتجيني تقريبا يعني مداومة. إذا انطلاقا من هذا الهاجس عندي الزوجة ديالي زوجة صالحة وزوجة متدينة ووقفت معايا وفعلا نعمة الزوجة الصالحة وكان خاف عليها بزاف. مناش كان خاف؟ كان خاف بعد الممات انها يعني تعرض للعنف ولا تعرض بغيت نأمن لها يعني المستقبل ديالها. مع العلم ان العائله ديالي عندي مجموعه تاع الافراد تاع العائله راني عارف بعد الوفاه غادي تلقى معهم صعوبات كبيره. اذا انا عندي واحد المجموعه تاع الاملاك عقاريه عندي واحد ثلاثه تاع المنازل واحد المنزل ممتاز راني ساكن فيه ثلاثه تاع المنازل راني معرضهم للكيرة كيدخلوا لي دخل محترم مزيان. عندي جوج تاع المحلات لبيع المواد الالكترونيه بسوق القدس في وجدانهم معروفين الله يكملك بخير. نعم وعندي واحد ثلاثه تاع السيارات السياره هي يعني كاتبها لها على سميتها راه كثروا لي بها وهذاك الله تبارك الله. بالنسبة لثلاثة تاع السيارات أخرين المهم بغيت أنا هاد الأملاك كاملين وهاد الحوايج كاملين بغيت نكتبهم لها على سميتها. عندك شي وليدات؟ لا لحدود الساعة للأسف الشديد مازال ربي ما سخناش بالوليدات وهذه لحكمة يعلمها الله. والوالدة والخيات كيف حالهم المادي كي دايرين؟ بالنسبة للأخوات الأخوات متزوجات كلهم في المنازل ديالهم عندهم عندهم الأزواج ديالهم رزيقهم عندهم ولا حالهم فقير؟ حالهم يعني متوسط الى لا باس به فوق المتوسط. سيدي محمد يعني مكفيا. سيدي محمد غنعطيك رايي ونعطيك تحليلي غنبدا بالراي ديالي. هاد المال وعلاقات يعني الملك انه يعطيه الواحد في حياته لزوجته يكتبوا لولاده مصدر ديال تشتت المحبه لان ملي كنحبوا شي واحد ماشي بالضروره كنطمعوا فيه ولكن كنبغيو بعد طول عمره لا توفى تبقى لنا ريحته في شي حاجه. فلهذا كاين الوصيه وكاين الورث ان الانسان يعطيه هبه رمزيه ديال شي حاجه عربوا المحبه ولين يدير وصيه ويخلي لان شنو هو اللي كي يجعل الانسان يتذكر. انا كنشوف اب ولا عائلات هذا عطاه هذا عطاه هذا عطاه مات واش كيترحموا عليه بالعكس كاين كيسخط يقول لك الله يلقى فلان خرج علينا عطى الاخر ما خلاش لنا هذا. لهذا احنا المال كنديروه واحد الوسيله باش نجمعوا الشمل فعربوا المحبه واحد البيت ولا واحد المحل للزوجه كافي والاخر وصيه ونخليه يبقى لان لا 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 قدر الله توفى واخته مشتاقه باغه ربات خوها صغير صبرات معاه طيبات ليه فاقت في الصباح كتبقى كتجي واحد النهار كتفيق كتلقى كل شيء خلاه زوجتها وهي ما تسوالو. احنا راه ما كنفرقوش امنا وخوتنا والزوجه ولادنا سواسيه وزيد عليهم حتى فقراء مسلمين سواسيه. هذا رأيي أنا رأيي هذا. أما دابا التحليل أي شخص كيلقى عنده في نفسه حاضرة صيغة الموت بقوة ودائمة يعرف أنه فاقد صيغة المتعة. النفس هكا كتكلم لنا هي بصيغة الإدغام المجازي لو كوندونسي ميتافوريك سون ستيل. L'inconscient, il nous fait des énoncés par condensation et en usant de la métaphore et de la métonymie. فلهذا ما تكونوش في التأويل المباشر. يعني شفتي كلب تيعضك راه ماشي معنيتها مصيبة غتوقع لك. شفتي شي راجل تيهز فك. وعرفتي كيفاش كيفسروها؟ راجل تيهز فك يعني أنت مفعول به من طرف آخرين يعني سوف يأتيك خير. شوف التعبير المجازي.
واحد السيدة حمقها واحد الحلم دائم، كابوس دائم كل ليلة تشوفه، لبسه كومبليزو منه اللحم، تجري في غابة مظلمة وسط الشجر، تابعها واحد السيدة ميتة بمات صاحبتها، ما غدخشيها في أحد القبر. ها الواقع هذا عشتي كدير هالسيدة هذه العقل ليها لخرج، كتفيق رجلها كل يوم تقول لي غسلني، راه الموت هذي، راه الموت هذي، هذيك الموت دامت واحد كتر من 4 شهور وهي تغوت وتفيق رجلها. مشات خدات الدويات وخدات دواء الأعصاب ومشات شافت الخبارة وشافت الأطباء وشافت كل شيء. هذاك الحلم يتكرر بحال شي كاسيت كل ليلة كل ليلة كل ليلة. واحد النوبة مسكينة جات لعندي فواحد الحالة قالت لي استاذ راه غنحماق، ولادي صغار راجلي كلشي عايشين العافية في الحياة، اش وقع اش وقع اش وقع. بقيت تنضحك، قلت لي هادشي كيضحكك؟ قلت لها شنو فهمتي انتيا؟ شنو فهمتي؟ فهمتي بانه تابعك مات صاحبتك اللي ماتت في غابه مظلمه، وانت لابسه يعني الكومبليزو البيض بالنسبه لها هو الكفن، وهذيك السيده ميته جايه باغا تديها يعني كتخبرها بانها تموت، ياك هادشي اللي فهمتي؟ قلت لها اه. قلت لها انت مزعوطه في شي واحد مزغب، والاحساس بالذنب قلت لها طحنك، ويطيح لي مق. قلت لي بصح سيدي انا مغرومه في طبيب السنان ديالي وعندو درعانو مزغبين، دخلناك بالله باش عرفتيه؟ قلت لي هذا هو يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. قلت لي واش حنا كنلعبونا؟ قلت لي هذاك الكومبليزو اللي لابسه هذيك البراءة ديالك، وهذيك السيدة اللي تابعك هذاك الضمير، لأن هذيك السيدة اللي توفات سميتها شادين، وهي كتقول لها مات شادين في هذه الرغبة نقبروا بوها، نقبروا الضمير باش نعيشوا الرغبة. وهذيك الغابه قلت لها هذاك هو الشعر، قلت لها في بحال البقه، البقه كيفاش كتشوف الشعر الواحد؟ القمله كيفاش كتشوفها؟ كتشوفها غابه. قلت لها هذاك هو ما كتكوني متكيه عنده في هذاك البيار ديال الدونتيست، كيجي هو بيدو بحال هكا، وهي نفسها غرمات، ماشي 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 بغات دير شي فعل، لقات نفسها طاحت في هذاك الغرام. قلت لها سيري قول لي نفسك دابا تعاود، حنايا قوضينا. مشى. فدابا السي محمد راه خاصو حدا السعيديه، وكاينه الوالديه، وكاينه لاله مراكش، وكاين فاس، وكاين مكناس، وكاين يا خويا واش دخلناك؟ وعمرك عمرك شي عائله مغربيه عندها كرفان؟ سبحان الله، المغرب والكرفان دايرين حنا الكور، هما المغاربه ما يشوش كرفان، هما ما تبقاش غادي انت ومرتك ووليداتك وبلاصه بلاصه، والمغرب بلاد الامن بلاد الخير، وندير سوفنير وندير شتي القيسه اللي كتعطي لنفسك تموت، ما كتبقاش باغي كاع تموت. سيدنا موسى جا عنده ملك الموت وخبره قال لي راه انا ملك الموت وبغيت نقبض روحك، ويزرق لي عينه نبي وما بغاش يموت. اتخيل سيدنا رسول الله تيقول لنا لا تتمنوا الموت، فانك تكون من اهل الورع يعني من اهل خشيه الله، من أهل اللي كيحرصوا على ما يأدي تواحد، هذيك تنوضعها في القرار ديال الروح ديالنا. أما صيغة المتعة كيسحب من واحد أن احنا داتنا الدنيا، شتي ملي كيشوفونا احنا المهورين عايشين كيسحبوا الدنيا داتنا، احنا راه كنلعبوا معاها قاش قاش. راجعين دائما معك بروفيسور ميمون مبارك الدربيو في برنامج بكل وضوح على مد غاديو، فاصل وراجعين. احنا مازالين معكم اوفي انا في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح على مد غاديو، فمرحبا بتواصلكم معنا في مكالمه اخرى. هذه المره غادي نمشيو عند فاطمه من مدينه اكادير. مرحبا بك فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا فاطمه الله يبارك فيك سيدي. مرحبا. تنميت باريران وخيرت، تفضل زيد 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 ياك يمكن اخ ما دريبي المهم سلام ربي فيك ولا شلكي ولا ولا ما عرفتش. لا 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 دارك تيني ربي انه هاتي من فكيده بداتي تتصل مش يفعل والو ريطم تبارك الله تبارك الله. اشكون اللي داري هي المشكل اللي حغيلا يمكن حتى الزوم نساو الاصول وفي حد غليح ولا دكز. لا اله الا الله. شحال عمرك يا فاطمه؟ شحال عمرك؟ انا سيدي عندي 47 عام وليدات وام 3 الوليدات. تبارك الله تبارك الله. والمشكل اللي محيرني هو ولدي الكبير عنده 27 عام
ما بقيناش عارف، ما بقيتش انا زاد خصوصا انا ما بقيتش عارف كيفاش غنتصرف معاه، ولا مبغاش ما بقاش يخدم طول النهار كله غير ناعس، واي خدمه بغي يقول شي ليه يقول لك لا انا ما بغيش نخدم عند الناس. قال لك لا بغي يدير مشروع ديالو لراسو، دار كريدي. قال لي ضمنيني، قلت له انا سمح لي ما غاديش نقدر نضمنك لانني الخدمه ديالي ما مستقراش، ما غاديش نبغي نعمر براسي. مشى شد كريدي ديالو، خسر الفلوس، خسرهم خسرهم، ما دار والو. دابا صاحب الكريدي تيقلبوا عليه، قلت له ايوا شحال كيتسالو؟ شحال كيتسالو؟ شي حاجه قليله، وانما المهم غير دابا المشكل غير هويا ما لا مبالاه. يعني وقال لي، قلت له اش ما درتي دابا؟ انا بغيت غير نعرف اش ما درتي بدوك الفلوس. قال لي انا درت بهم، شريت بهم الحشيش هكا، درت بهم الحشيش. يعني تنحس بحال بغا ينتقم لنا، اشنو درتو ليا؟ انا ما درتو ليا والو، شوف احنا راه ما درنا لك والو، حنا داكشي علاش قدينا تنديرو. والمشكل دابا هويا مع اختو، اختو اللي هو كبر منها بخمس سنين، يعني حاقد عليها، ما تيتكلم معاها ما حتى شي حاجه، يعني بحال الفارول مش انا عندي في الدار، وهي تتلطف وتتبرد وتتهبط وداكشي، ورغم ذلك هو والو مفرعن. يعني دابا بحال الغرباء معنا في الدار، ميفطر معنا، مياكل معنا، تيوصل دابا الفطور تيحلينا بوحدنا ويمشي هز الفطور ديالو يدخل يسد عليه البيت. ويعني كشكل ما عرفتش داك الولد ما عرفتش كيفاش غنتصرف معاه، يعني انا اي ساكته وتنشوف وما عرفتش، يعني تنقول انا كبيره. اختي فاطمه علاقته مع مع مع, مع باه؟ صراحه انا واحد الملاحظه لاحظتها تدريبي، دابا واحد الملاحظه لاحظتها دابا بحال في الفيس ديالو ما كيكتبش الاسم العائلي ديال باه، كيكتب ديما الاسم العائلي ديالي انايا. ودابا مثلا دخلت لا شومبر ديالو، تلقى مثلا كاتب سميتو هويا مثلا سمير، وكاتب الاسم العائلي ديالي انا، ما كاتبش الاسم العائلي ديالو في فوتو في داك المسائل كلشي اللي بحال هادشي اللي تيدير. يعني العلاقه ديالو مع باه، مع باه يعني ما كاينش ديك الصحبه كاع نهائيا، ولا ديك الهضره، ولا ولكن واش كيبغي باه ولا ما كاينش هاد المحبه؟ انا المهم على حسب المحبه، ما عمري ما حسيت بشي حاجه، يعني بحال باه مثلا تيقول له دير شي حاجه، ولا بغيتك دير شي حاجه تيقول لي، يعني ما عرفتش، ما نقدرش نحكم على هاد القضيه. غير هويا يعني تدور في الطافو، هو تدور في الطافو بعض النوبات، تيقول لي اشنو درتي ليا، ولا دير بعد هذيك الحاجه انت، يا عاد تقول لي انا، يا نصح راسك عاد نصحني انا، يا يعني انا هاد الملاحظه تنلاحظها. وما عرفتش ما نكذبش عليك. هو اختي فاطمه هادشي اللي كتوصف راه ماشي واقع لك غير انت في عائلتك، راه واقع الا جيتي تقلب كل عائله مغربيه غتلقى عندها على الاقل كل عائله عندها مشكل بحال هذا. يا اما في ولدها يا اما في بنتها. والمشكل انا دابا ما عرفتش كيفاش نتصرف معاه، دابا انا خفت نقصح معاه. لا 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 اختي فاطمه ما تقصح معاه ما والو، الله يرضي عليك. انا مخلياه يعني ما تنهضرش معاه، تنخليه على خاطره. بعض النوبات تندوز تندخل انا والله القاسمي، لا عرفتي تندخل انا بعض النوبات بحال ما هكايا من الخدمه، يعني تتلقى وجهي في وجهه كانني غريبه، حتى ديك السلام عليكم انا تنقول السلام عليكم، تنقول واش ما تكلمش، واش ما شتينيش، واش ما هادي، بحال تيفيق من القلب تيقول لي بحال هكا ويقول لي السلام عليكم. وما عرفتش اسيدي، واللي مأرقني بزاف هو انه بحسيت بيه بانه بحال تيطاطا شي حاجه ديال المخدرات وداك الشيء، عرفتي مرضني في خاطري بزاف، وانا هي ديك الام اللي قلت لك انني عانيت بزاف وكرهت بانني لانني كنت ام. لا فهمت اختي، فهمت لان عانيت ما نكذبش عليك بزاف وما بقيتش عارف كنت نتصرف كاع. هو شنو هو الاستقطاب؟ دابا نتوما الوالدين كتكونوا مع ولادكم في التتبع المباشر، كتكونوا مع ولادكم يعني كتتبعوا في المباشر، وهو المباشر راه كيعطي نتيجه حتى ل 12 عام. ابتداء من 12 عام ما غيبقاش المباشر يعطي، كتولي الاستقطاب. الاستقطاب هو اللي طاري العالم العربي مع العالم الغربي. دابا العالم الغربي محمق العالم العربي، لأن العالم الغربي كيعرف يدير استقطاب، فمستقطب ولادو جر معاه شي الآخر. حنا تنعرفو نديرو التتبع، تنعرفو نديرو الحضيان، تنعرفو نديرو كلشي، ولكن الاستقطاب ما كنعرفوش ليه. وهي الخاصية ديال الذكي وديال قبيله. إلا كنا قبل أوف ملي كنا أور أونتين، كنت أنا والأستاذة عفاف كنتكلموا، وقالت لي بذكائها الخارق الله يحفظها، قالت لي يا استاذ انه في الفكر الاسلامي دائما كتلقى موجود الامن والجوع. قلت لها هذوك راه ماشي هما المبتغى، هذاك غير المؤسس،
الله من تيقولنا لإلى في قريش إلى في من حج الشتاء والصيف في لعبود رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هادو مش هما المبتغى كأنه هو الغاية، هادو غير مؤسس كيقول لك أعطيتكم الأمن أعطيتكم الغداء ودابا فكروا. العالم العربي من اللي كيعطيه الله الغداء ويعطيه الأمن كيتسطى، كيبدا يزني، كيبدا يبدا يخربق، يبدا يبدر في كينوض ليه سيدي ربي شحيط عدو باش كيقول ليه واش انا عطيتك الامنين وما بغيتيش تنعم بالامنين ودابا انا غنحرق لك. فالاستقطاب اشنو هو الاستقطاب؟ هو الالهام، كتحاول تقرب الواحد الحاجه تجرو من الداخل. هذا هو اللي قلت لكم قوه في وقوه بي. الام عندها قوه في لأنه كيكون فيها، الأب عنده قوة بي. ويقول سيدنا علي الباء أصلها نون توضعت لإسم ربها، فالبي راه نون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك المجنون. إلا مشيتي حتى قريتها بهاد بي أش غتولي؟ إذا أردت أن تدرك سر نعمة ربك يجب أن تكون في حبها مجنون. فهنا نصيحتي لله فاطمة أنها تلتفت لزوجها وتلتفت لنفسها وتلتفت لبيتها وتعيش كل ساعة بساعاتها، وهذاك الولد تحبه كأنه أعز حاجة عندها، ما تشوف أنه فاشل في حياته، ما تشوف أنه خصو يخدم، ما تشوف حتى حاجة، وتعيش هذيك السعادة وتبقى في وسط السعادة لقيت اللي غيت ماذا نقول له لا ولدي ما معناته ماذا لقيت اللي يهجم عليهم ويبغي يحيي لهم السعادة ويخسر الجو نوقف ليه في وجهه، ولكن لقيت اللي يكون موقر ما يأدي حد ما يسب حد ما نوضش نحمسه ما نوضش ننتقده ما نوضش نشجعه نوض نتمتع به ومعاه وغنبقى نقلب. شوفوا من اللي وقعوا العمليات الإرهابية في فرنسا، توفوا لهم ناس، تقتلوا ناس مباشرة. من بعد قناة فرنس دو كدير أكبر سهرة اللي كانت كديرها في استوديو درتها في مدينة نيس في الشارع، تيبينوا على أن الأمن ناس كيغنيو ناس كيطلوا من البالكا. طيب مشات خدت واحد الكوليزي درت فيه حفلة قداش كوليزي بحال ديك الملعب ديال روما. شنو كيعني هذا؟ انه ما تيتنازلوش على الاستقطاب، ما تيرجعوش اللور، تيقول لك زيدوا القدام زيدوا القدام. امريكا شحال من صاروخ طاح ليها، شحال من 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 عالم فضاء مات ليها، تنازلت على انها تمشي للزحال تمشي مشات. فاحنا الاستقطاب هو اللي قلت لكم نبقاو محافظين على التفاؤل، لانه هو مسكين راه شاك راه خايف. قول لي عندك امك في دراعك وباك في دراعك والله ما تضيع. شوف وليدي غير اطمئن، دابا يجي سيدي ربي يجيب واحد الساعه من الساعات الزوينه وتولي حياتك بخير وعلى خير ما تخاف والو. شتي والله وطبع عليه هذاك الطابع بحال ولدك ملي كان صغير ما كيقدرش يمشي وكيطيح، كنتي كتبقى تطمئنو حتى كيمشي. كاش كيقدر ياكل كطمئنو حتى ياكل، كاش كيقدر ينعس كطمئنو حتى ينعس، وعلاش دابا ما نقدروش نديروها؟ شكرا لك بروفيسور مامون مبارك الدريبي. وحنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح، لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد كانت معكم وراء الميكروفون، وفاء فائز فندى رفقتني في الإخراج، أمام مريم فكانت استقبال مكالماتكم. بقية أوقات طيبة وممتعة أقضيوها رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو صيام مقبول إن شاء الله. إلى اللقاء. صريح مباشر ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالأسئلة لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.